par exemple sur Mohib Jelmila. Panja Bay. Panja Marina Bay. Et then. ممكن تقدم لنا شي فكره على لو بروجي ديال طونجي مارينا فين تقريبا واحد 90% اللي واجده لا مارينا مارينا دو بليزونس اللي ديجا بريت لو بور دو بيش با دروات يعني ميناء ديال الصيد هذاك ميناء الصيد ميناء ترفيهي لا هذاك ديال الصيد ديال الصيد هذا الترفيهي وهذا الترفيهي هذا دو باس الاول واجد باقي الثاني هاد لابارتي هنا الحوض الاول هو هذا الحوض الاول هو هذا واللي حداه غادي يكون فيه المقاهي والمطاعم وهذا حتى هما راه واجدين دابا باقي عندنا لابارتي اوربان اللي غيكونوا فيها الفنادق والبنايات السكنيه راه بدينا اوريدي بدينا فيها دابا مستوى الاشغال ديال شنو وصل تقريبا راه في الطريق باقي الا لا مارينا راه 100% وجدات تقريبا كاين الاجزاء اللي وجدوا 100% وكاين الاجزاء اللي مازال ان شاء الله في الطريق تقريبا البعض كاين وصل ل 80% تقريبا ان شاء الله هاد شنو يمكن يضيف يعني من حيث هذا مكان جديد ان شاء الله اللي غادي يخلق واحد يعني ترفيهي ومكان جيد نوفل ديستيناسيون بور لي جون ديال طونجي يعني هو وجهه جديده جديده ان شاء الله بالنسبه لطنجه وبالنسبه حتى للمحيط الدولي يعني اسبانيا ولا فرنسا يعني كيجيو من غادي يجيو ان شاء الله من جميع الدول كما كيجيو ديك المراكب ديالهم هما ياك اييه هادو الكواسيير يعني المراكب يعني ديال السياح وان شاء الله المشروع الفكره هي دمج المدينه القديمه بالمنطقه ديال المارينا المنطقه اللي غادي توفر ان شاء الله على كثير من الاماكن الترفيهيه زائد الاماكن والمراسي ديال اليخوت ان شاء الله نعم إذا في التجربة ديال هاد بغينا نقولوا المارينا يعني يعني ميناء ترفيهي بالنسبة للمغرب كنعرفوا الدول اللي تعملوا في أكادير يعني في هو أول مارينا تعملت في المغرب كانت في سنة 1984 هي مارينا سمير وموراها عاد جا ديال أكادير وأبخي جا ديال الرباط سلا ودابا طونجي يعني هذا يعتبر من النموذج الجديد اللي التطور اللي وقع في على مستوى يعني ميناء الترفيه مناوئ الترفيهيه ان شاء الله غادي تكون من احسن واجمل المارينات اللي موجوده دابا ومن اكبر لي مارينا اللي كاينين على مستوى افريقيا هذا هو اللي بغينا نعرفوا واش كاينه شي اضافات جديده على مستوى الاضافات كيف ما كتشوف هي منطقه اللي شامله كتشمل متكامله وشامله كتشمل جميع الاماكن والشغلات الترفيهيه نعم اللي تتعلق بالميدان البحري اون جينيرال نعم وبالاخص انه يعني كيتوقع في يعني في حوض يعني المتوسط يعني المكان الاطلسي يعني تقريبا مكان استراتيجي يعني واش شنو كتوقعوا يمكن يضيف مدينه طنجه والمحيط الاقليمي ديالها وجهها هذه غادي تكون ان شاء الله وجهه سياحيه من الطراز الاول اللي غادي تجذب السياح ديال تقريبا السياح الحوض المتوسط اون جينيرال والعالم كله لحقاش الملتقى ديال ملتقى البحرين تبارك الله عليك هذا السمية ديالك عافاك دريسي كريم ديريكتور ديال لا مارينا السلام عليكم